أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أنه في صنعاء لبحث ثلاث قضايا رئيسية تتمحور حول منع معركة الحديدة وهدنة في رمضان واستقلالية البنك المركزي. في صنعاء تبدو مواقف طرفي الانقلاب غير واضحة من هذه الزيارة، فالرئيس المخلوع وجناحه رحبوا بالزيارة، فيما جماعة الحوثي تتصدر الموقف الرافض للقاء ولد الشيخ والتباحث معه إلا بعد تسليم الرواتب حسب قولهم. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: فرص نجاح زيارة ولد الشيخ ودلالات التعارض الظاهر بين موقفي حلفي الانقلاب. إذن بعد أشهر من الجمود يعود ولد الشيخ إلى صنعاء، ولكن لا مؤشرات على نجاح مهمته الصعبة والتي تدور حول ثلاث قضايا معقدة، هي قضية معركة الحديدة وترتيبات تجنبها، وقضية الرواتب واستقلالية البنك المركزي، والهدنة الإنسانية في رمضان التي تبدو أيسر القضايا بعد موافقة الحكومة الشرعية عليها. ميليشيا الحوثي اختارت تصعيد قضية الرواتب في محاولة يبدو أنها للتغطية على مطالب توريدها المبالغ التي تحصلها من المحافظات المسيطرة عليها، وللظهور بمظهر البريء من هذه الجريمة التي تطال قطاعا واسعا من اليمنيين الذين يعيشون بدون رواتب منذ 8 أشهر تقريبا. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب بداية لمتابعة هذا التقرير. بعد أشهر من الجمود وتعثر الجهود الأممية في تحقيق أي تقدم على مسار المفاوضات اليمنية، تأتي زيارة ولد الشيخ الأخيرة إلى العاصمة صنعاء في ظل أجواء غير مشجعة. فور وصوله صنعاء قُبل ولد الشيخ بهجوم من قبل محتجين دفعت بهم ميليشيا الحوثي لاستقباله عقب خروجه من المطار، بالتزامن مع تصريحات من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي ترفض اللقاء به بتهمة انحيازه للحكومة الشرعية. التي جئت من أجله هو أن نتجنب بكل الطرق أن تكون هناك عملية عسكرية على الحديدة، أنتم تعلمون. ولد الشيخ قال في مؤتمر صحفي فور وصوله صنعاء أنه جاء من أجل ثلاث قضايا، أولها تجنب حدوث عملية عسكرية في الحديدة أملا أن توصله هذه النقطة إلى هدنة خلال شهر رمضان، ومن ثم العودة لطاولة المفاوضات كقضية ثانية. أما القضية الثالثة التي سيركز عليها في زيارته فهي القضية الاقتصادية، والتي تتعلق برواتب موظفي الدولة المتوقفة وأزمة البنك المركزي. في صنعاء كان موقف حليفي الانقلاب من زيارة ولد الشيخ مضطربا، ففي حين كان الرئيس المخلوع وجناحه قد رحبوا بالزيارة فإن الحوثيين يبدون منقسمين تجاهها. رئيس المجلس السياسي المشكل من حليفي الانقلاب أكد أن قرار اللقاء بولد الشيخ والتباحث معه شأن تبت به الحكومة التابعة لهم، في حين كان رئيس اللجنة الثورية التي تمثل الحوثيين فقط والمتحدث باسم الجماعة يرفضان اللقاء بولد الشيخ والتباحث معه قبل تسليم الرواتب. في حين يحتدم الجدل حول مهمة إيقاف معركة الحديدة، تختار الميليشيا الاتجاه نحو ابتزاز الموقف الدولي وولد الشيخ من خلال الحديث عن الرواتب التي تقف هي خلف هذه الأزمة بعد رفضها توريد إيرادات المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، مع امتناعها عن تسليم رواتب الموظفين فيها بحجة نقل البنك المركزي من تحت سيطرتها قبل أشهر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع وكيل وزارة الإعلام عرفات مدابش. مرحبا بك سيد عرفات. سيد عرفات هل تسمعني؟ يبدو أن سيد عرفات ليس معنا أو سقط الاتصال. إذن مشاهدينا الكرام نعود لنذكر بموضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث حول زيارة ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى صنعاء لبحث آخر الحلول السياسية مع حليفي الانقلاب في صنعاء الحوثيين والرئيس المخلوع الصالح، ومعرفة ما يقف وراء تناقض موقفي الانقلاب، حيث أن الرئيس صالح في خطابه الأخير في 21 من هذا الشهر رحب بزيارة ولد الشيخ وبالقضايا التي يحملها في هذه الزيارة، بينما الجانب الآخر من الانقلاب رافض لهذه الزيارة وما تحملها من قضايا. إذن يبدو أن سيد عرفات عاد معنا، هل تسمعني سيد عرفات؟
نعم أسمعك بشكل أهلا كبير. بك سيد عرفات. إذن ثلاثة قضايا مهمة قال ولد الشيخ أنه سيبحثها في صنعاء مع الإنقلابيين، وهي إيقاف معركة الحديدة وهدنة بمناسبة رمضان وقضية الرواتب واستقلال البنك. هل تم بحث هذه القضايا أيضا مع الحكومة الشرعية؟ هل يعني أنكم لم يذهب ولد الشيخ إلى صنعاء إلا بعد أن ناقشها مع الجانب الحكومي وموافقة الجانب الحكومي عليها؟ حتى الآن الجانب الحكومي أو الحكومة اليمنية رسميا لم تعلن عن أي اتفاق تم مع ولد الشيخ. كانت هناك لقاءات قبل فترة مع المبعوث الأممي، ولكن لم يتم التطرق بشكل واضح إلى مثل هذه النقاط. يبدو أن زيارة ولد الشيخ تأتي أيضا في كما هي كل مرة في محاولة لإنقاذ الإنقلابيين أثناء ما تكون المعارك حاسمة، خاصة أن الحديدة الآن أصبحت يعني مطوقة من جهتين، من الجهة الشمالية من ميدي وأيضا من الجهة الجنوبية جهة الخوخة. لكن طبعا هناك طبعا مشاورات تجري ولا يتم الإعلان عنها في ظل هذه الظروف الراهنة الآن. الحديدة تعيش كارثة بيئية حقيقية، كارثة إنسانية متكاملة الأركان، وذلك كله تسبب فيه الانقلابيون خلال العامين المنصرمين، وما زالوا حتى الآن يحلبون الموارد التي تأتي من ميناء الحديدة، وما زالوا يستخدمون الميناء لتهريب الأسلحة. إذا المجتمع الدولي يبدو أنه بدأ يعي أهمية هذه المحافظة الاستراتيجية وأهمية قيام عملية عسكرية فيها سوف تكون لها عواقب كبيرة، ولكن يبدو أن العمل العسكري هو الذي يسعى إليه الإنقلابيون من أجل تدمير ما تبقى في هذه البلاد. نعم سيد عرفت، وعند بدء الحديث عن هدنة مرتقبة في شهر رمضان كان هناك موافقة مبدئية من الرئيس هادي. الحكومة اليمنية والرئيس عبد الرب منصور هادي مع كل فعل يؤدي إلى التهدئة، ولكن أيضا التهدئة هذه لدينا تجارب عديدة مع الإنقلابيين بأنهم في كل مرة يخرقون الهدن التي أبرمت الخمس أو الست الهدن السابقة، بالتالي يفترض أن أي هدنة تكون لها أيضا ضمانات محلية وإقليمية ودولية، وأيضا تكون هناك مؤشرات إيجابية ويعني إجراءات من جانب الإنقلابيين لطمأنة المجتمع الدولي وطمأنة الحكومة الشرعية. نعم. ولكن هدنة يتم استغلالها لنقل الأسلحة ولمزيد من التحركات العسكرية، فهذه ليست بهدنة حقيقية، والوضع في المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين لا يحسد عليها الناس هناك، وبالتالي أعتقد أن الحكومة الشرعية لديها الإحساس الكبير ولديها الهم الكبير فيما يعانيها المواطنون اليمنيون في تلك المناطق. نعم سيد عرفات، تطرقت في حديثك منذ قليل أن تحرك المجتمع الدولي الحالي للبحث عن هدنة في هذه الفترة تزامن مع قرب معركة الحديدة واكتمال التجهيز لها، وتحدث أيضا لأهمية هذه المعركة بالنسبة لمعركة استعادة الدولة. إن كان المجتمع الدولي يقف مع الحكومة الشرعية ومع التحالف ومع استعادة الدولة، إن كانت هذه المعركة بهذه الأهمية في هذه معركة الحديدة في هذه بهذه الأهمية لمعركة استعادة الدولة، إذا لماذا يقف المجتمع الدولي رافضا لهذه المعركة؟ إن كان بالنسبة للملف الإنساني فالتحالف وأيضا الحكومة قدمت حلول وبدائل لتفادي التكلفة الإنسانية. نعم، المجتمع الدولي ليس رافضا لهذه المعركة على الإطلاق وبشكل كامل. المجتمع الدولي يدعم الحكومة الشرعية بشكل كامل لاستعادة الأراضي التي أو المناطق التي تحت سيطرة الإنقلابيين، ولكن هذه التحركات تحسب للمبعوث الأممي بأنه يسعى أو لديه مخاوف من آثار إنسانية، بالرغم أن الوضع الإنساني الآن في الحديدة وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. بالتالي أعتقد أن الإنقلابيين لديهم هم المخاوف الحقيقية من سقوط الحديدة، وبالتالي يحاولون أن يسربوا بعض التفاصيل ويحاولون أن يتواصلوا مع بعض الجهات من أجل أن يكسبوا المزيد من الوقت، ولكن الحديدة هي بالنسبة لي وأؤكد على ذلك سقوطها يعني سقوط الانقلاب بشكل كامل، وسوف يظلون في جحورهم داخل الكهوف وسوف تسقط صنعاء تلقائيا بعد سقوط الحديدة إن شاء الله.
نعم، إذا سيد عرفات تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء، هل تسمعي؟ أهلا فيك. أهلا بك سيدة ميساء. بعد أشهر من الجمود يعود ولد الشيخ إلى صنعاء وتعود التحركات السياسية للمجتمع الدولي، وفي عقاب حراك دولي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية تمثل بزيارة ترامب والقمم التي عقدت في الرياض، هل هنالك مؤشرات على اقتراب التوصل إلى حل سياسي للأزمة أو أن كل هذا التحرك وكما سبقه؟ اي في جهود لكن مش بالضروره انها تتقف يعني تحل الازمه، لكن في جهود لاعاده الطرفين للتفاوض، وفي حديث ان الكويت ستستضيف مره اخرى مفاوضات من جديد. نعم، لكن هذا على اساس انه تحصل هدنه خلال شهر رمضان، يحصل اتفاق بخصوص اداره ميناء الحديده، بخصوص ادارتها بدون اسقاطه يعني لا من قبل التحالف ومن غير احتفاظ الحوثيين بسيطرتهم عليه. وهدنه في رمضان وفتح مطار صنعاء. يعني في شروط معينه تكون مقدمه للتفاوضات المفاوضات. طبعا هذا تحت ضغوط دوليه معينه خصوصا بعد الاتحاد الاوروبي بسبلهم في المنطقه. ايوه، لانه المانيا الان تدخل باجنده مختلفه وهي في رغبه منها لتحريك الاتحاد الاوروبي سياسيا ودبلوماسيا في المنطقه بشكل مختلف بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. سيدة ميساء، بالنظر إلى المؤشرات على الأرض وأيضا مواقف الطرف الانقلابي في صنعاء، هل تري أن هذه الجهود والضغوط الأممية التي تحدثت عنها ستنجح هذه المرة بالخروج بهدنة فعلا قد تصمد على أرض الواقع، خاصة أننا شهدنا خلال الفترة الماضية قرابة 7 هدن لم تصمد حتى لساعات؟ الهدنة اللي هي بداية مفاوضات الكويت كانت نجحت لفترة الأيام أو الأسابيع لا أتذكر يعني. المسألة تعتمد على رغبة الطرفين في إنجاحها، لكن هنا لاحظين إن ما فيش لجان مراقبة لوقف إطلاق النار بحيث إن إحنا نحدد يعني بحيث إن في طرف يراقب مدى التزام كل الأطراف الهدنة بالذات في منطقة زي تعز. فبالتالي لان تعز يعني صعب انك تحددي لان الطرفين بيقاتلوا بالبر، لكن في صنعاء بسهوله تقدري تحددي انه التحالف اخترق الهدنه بالطيران مثلا، او تقدري تحددي بسهوله ان الحوثي فتح معركه على الحدود مع السعوديه. نعم، لحد الان ما تشكلت لجان وقت اطلاق النار، وكان في تشكلت حاجه بهذا الشكل اثناء مفاوضات الكويت. نعم، لكنها ما استمرتش وما طلعش منها اي تقرير. ففي تقصير من الأمم المتحدة في هذه المسألة. فمش نعم، عارفة يعني هي المسألة لازالت يعني طبعا الحوثيين صعدوا بشكل غير مفهوم في الفترة الأخيرة لما أطلقوا صاروخ باتجاه السعودية قبل زيارة ترامب. أيوة، أو الذي عملوه البارحة مع المبعوث الأممي، لكن أنت في النهاية بتتعاملي مع جماعة صعب أن أنت تتنبأي تصرفاتها. نعم، واضح ان في عندها تيارات متطرفه او راديكاليه داخل جماعه الحوثي ليس من مصلحتها وقف الحرب او نعم، او التفاوض. نعم سيده ميساء، ساعود اليك بخصوص هذه الجزئيه، التصعيد الحوثي الاخير وايضا اختلاف او تعارض موقف الحوثيين عن موقف حليفهم صالح، ولكن دعيني ان اعود الى السيد عرفات مدبش. مرحبا سيد عرفات، بالنسبة لملف الحديدة والحديث عن وقف عمليات الحديدة ضمن هذه التفاوضات والتحركات الدولية الأخيرة، ما هي الضمانات التي يتم بحثها مقابل إيقاف المعركة المرتقبة أنتم في الحكومة الشرعية وأيضا في التحالف؟ هل تلقيتم ضمانات مقابل إيقاف هذه المعركة والخروج بحل سلمي وتفادي هذه المعركة؟ أنا بإمكاني أن أؤكد لك بأنه حتى اللحظة الحكومة اليمنية لم تتلقى أي ضمانات أو حق واضحة من الأممية. هناك مجرد، لكن أحب أن أشير إلى ما أشارت به الزميلة ميساء بالضغوط، هذه المهمة وليست هي كانت يعني مجرد جهود لبعض المعاهد في ألمانيا وجمعت بعض الأطراف في محاولة كما سابقتها التي ذكرتها الوقت
نعم. هي ما تم التوصل عليها في ساحات غير رسمية وغير ملزمة لأي من الأطراف، وفي مجملها هي باعتقادي الشخصي هي يعني تبدو قريبة من المتعلق بالواقع على الأرض. الواقع على الأرض يقول غير ذلك، يقول إن جماعة الحوثي المتمردة الانقلابية مع حلفها المخلوع الصالح ما يتعلق بالإسلام نعم. في تركيا، وايضا اخضاع المواطنين هناك لاجراءات استثنائيه من بينها حاله الطوارئ الجاريه وحرمانهم من كل مستحقاتهم وحقوقهم وحتى حريه التحرك وغير ذلك. فبالتالي ما يتم الحديث عنه حاليا لم يعلن بشكل رسمي من قبل الامم المتحده او من اوفيها الى اليمن. الحكومه اليمنيه على استعداد كبير للتعاطي مع اي مبادرات، ولكن اذا وجدت الضمانات الحقيقيه فيما يتعلق ب يعني الهدنة التي تقترح، لكن أعتقد أن الوقت الآن يعني أصبح ضيقا فيما يتعلق بهدنة في شهر رمضان ربضا على الأبواب. نتمنى الزيارة التي قام بها ولد الشيخ إلى صنعاء أن يكون الإنقلابيون يعني لديهم نوع من المرونة فيما يتعلق بالمقترحات التي يحملها معه، لكن أيضا من الموقف الذي أعلنه هو المتحدث باسم الجماعة لا يبدو أنه سيكون هنالك مرونة. سيد عرفات، إذا ما تحدثنا عن نعم، إذا تحدثنا عن قضية أخرى تطرح في هذه المفاوضات وهي قضية الرواتب واستقلالية البنك المركزي، أتى هذا الحديث في الوقت الذي أنتم تطالبون فيه سلطات الميليشيا بتوريد الإيرادات أو المبالغ المحصلة من قبلها في المحافظات التي تسيطر عليها. إلى أين وصلت هذه القضية؟ هل هنالك تنسيق في هذه الجزئية بينكم وبين ولد الشيخ وهذه التحركات الدولية بخصوص هذه الجزئية؟ أولا الجميع يعلم بأن كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى ميناء الحديدة تم الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات، وتم يعني الذهاب بجزء كبير منها إلى ما يسمى المجهود الحربي، وأيضا آخر ذهب إلى الأسواق السوداء فيما يتعلق بالجزئية الأخرى المتعلقة كما ذكر لو سمحت تذكرنا في الجزئية الأخرى. موضوع البنك المركزي هذه مسألة محسومة، وبالتالي هناك التزامات على الجماعة الإنقلابية يجب الإيفاء بها، وهي الإيرادات للمؤسسات الإيرادية التي تخضع لسيطرتها في المحافظة. يجب موضوع البنك نعم، أعتذر لك سيد عرفات، لم نتمكن من سماعك بشكل جيد، يبدو أن هنالك خلل في الاتصال من المصدر. كنت أود أيضا أن أسألك عن تحدث التزامات الجماعات الإنقلابية، أيضا هنالك التزامات على الحكومة الشرعية خاصة فيما يتعلق برواتب المواطنين في المحافظات المحررة التي تخضع لسيطرة الحكومة. عودة إليك سيدة ميساء، كنت تحدثتي عن تصعيد حوثي في الفترة الأخيرة، وأيضا كنت أود أن أسألك عن التعارض بين موقف طرفي الانقلاب، الحوثيين يرفضون ويصعدون بينما يتجه صالح إلى نحو مغاير لموقفهم في خطاباته الأخيرة، بدأ كما يرى البعض بمغازلة السعودية والحديث عن مبادرات سلام بمنأى عن حليفه الحوثيين، والآن بخصوص زيارة ولد الشيخ أيضا يرحب بالزيارة ويوافق على ما القضايا التي أتى بها ولد الشيخ. كيف يمكن أن نفهم هذا التباين بين طرفي الانقلاب؟ اعتقد هو طبعا علي عبد الله صالح اكثر مسيس من الحوثي، هذا ممكن هذا جانب يعني، لكن المساله اعتقد ايضا لها علاقه بالامارات، لانها واضح انها بدات تقدم تصميمات لعلي عبد الله صالح، وخصوصا يعني لاحظ انه لاول مره خطاب السعوديه مع لما حصل لقاء محمد بن سلمان مقابله التلفزيونيه الاخيره، لأول مرة يكون في شيء من الإشارة لعلي عبد الله صالح بإمكانية التفاوض معه أو شيء من هذا القبيل. هذا ما حصلت قبل كذا، كانت السعودية بالنسبة لها الهدف الأساسي وعلي عبد الله صالح حتى أكثر من الحوثي. فبالتالي هذا واضح لها علاقة بتأثير الإمارات، وفي واضح إنه في خط تواصل ما بين علي عبد الله صالح والسعودية فتح مؤخراً.
وأدى إلى أنه يكون في رغبة أو تجاوب يعني مع مطالبه، والتي هي عادة محورة حوالين أنه رفع العقوبات عنا وعودة ابننا للمشهد السياسي، تقديمه كبديل سياسي وشيء من هذا القبيل يعني. إذن سيدة ميساء شجاع الدين، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا سيد علي الذهب المحلل السياسي، مرحبا بك سيد علي. أهلا وسهلا. إذن والد الشيخ في صنعاء لبحث إيقاف معركة الحديدة، باعتقادك هل يبدو الموقف الدولي هو الدافع وراء هذه المهمة، ولأين يمكن أن يصل والد الشيخ في مهمته هذه في ظل هذا التعنت من قبل الطرف الإنقلابي خاصة الحوثيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك. أهلا بك. أعتقد أن الزيارة ليست مقتصرة على مسألة تسليم ميناء الحديدة لهيئة دولية كما يثار، ولكن الأمر يأخذ في منظومة الحرب السلمي بشكل عام بما يعتمد داخل البلد من حرب، وبما في ذلك كان أشير إلى المعتقلين والموجودين في سجون الانقلاب وقضية فتح مطار صنعاء وقضايا الهدنة و إعادة المفاوضات بعد نعم، ولكن الذي دار الأهداف التي أعلنها والد الشيخ في لزيارته هذه كانت ثلاثة ومحددة وواضحة: وقف عملية الحديدة مقابل تسليمها والانسحاب منها، ومقابل فتح مطار صنعاء، وهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان. هنالك إحباط سيد علي من العودة إلى التفاوض حول هذه القضايا، بينما كان التفاوض على قضايا أهم كالانسحاب من المدن وإنهاء مظاهر الانقلاب وتسليم الأسلحة والإفراج عن المعتقلين. كيف يمكن فهم لنا كل هذا التراجع بعد كل هذه المدة والخسائر وكل هذه الجهود الدولية في المضي بالحل السياسي؟ أنا في الحقيقة لم أسمع بشكل رسمي من المبعوث الأممي أنه قال مثل هذه الطروحات، لأنها أخذ للحوار، الحوار الذي يدور بين طرف الانقلاب وطرف الشرعية هو أخذه إلى ساحة أخرى، وبالتالي فإن الحوار الذي كان يدور حول ما أشرت إليه من انسحاب القوى الميليشيات من المؤسسات الحكومية ومن المدن وتسليم السلاح المنهوب والإذعان لقرارات مجلس الأمن ووفقا للمبادرة الخليجية وهذه القرارات أيضا، فإذا أخذنا إذا نظرنا إلى أن الموضوع هو أخذ الحوار من زاوية أوسع إلى زاوية أضيق، فأعتقد أن هذه لعبة أخرى لن يقبلها الشعب اليمني، لأنها وضعت كل المجهود الذي أهدر والدماء التي سفكت والخسائر التي ضحي بها في مهب الريح. نعم. أتصور أن مثل هذا الأمر أمر يسوق له بعض الأطراف، ولا أعتقد أن الحقيقة المفاوضات تسير وفق ما اتفق عليه وهو ما أشرنا إليه سابقا، وبالتالي فإن الخروج بهذه الصيغة هو تقديم لدور الأمم المتحدة وطعن في مصداقيتها التي يعني سارت خلال عامين من بداية الحرب. نعم، الجميع يطعن بموقف الأمم المتحدة، وهذا ما تعرض له والد الشيخ أثناء خروجه بموكبه من صنعاء واتهامه بالانحياز لطرف ما. بالعودة إلى الموقف الدولي من هذه الجزئية تحديدا معركة الحديدة، رأينا موقفا أمريكيا يبدو داعما، وبالمقابل رأينا موقفا روسيا رافضا لهذه العملية. إلى أي حد يبدو الموقف الدولي مؤثرا في عملية الحديدة؟ أتصور أن معركة الحديدة هي معركة مصيرية، لكن لها عواقب كثيرة، وهي مثلها مثل المعارك التي أديرت في محافظة عدن أو في المخان. لكن إذا نظرنا إلى النتائج التي قد يعني تخلفها مثل هكذا معركة، لأن جماعة الانقلاب سوف يستميتون في الدفاع عنها يعني استماتة لا نظير لها، وهم يحشدون للمعركة من دون قرابة 4 أشهر. نعم. وبالتالي فإن معركة الحديدة تختلف كثيرا عن معركة عدن
والقوات التي يحشد لها الطرفان قد تجعل نتائجها كارثية. نعم. وموقف الدول العظمى هي دائما موقف مع من يفرض نفسه على الواقع سواء هذا الطرف أو ذاك. نعم، إذن المحلل السياسي علي الذهب شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من عدن وكيل وزارة الإعلام السيد عرفات مدابش، وكان معي من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين، وأخيرا كان معي المحلل السياسي علي الذهب. هذه تحياتي أنا وهي لكم من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.